مساء الفل، معاكم عماد من قناة افيدك. اهلا وسهلا بيكم وبكل الناس اللي بتتابع القناة. النهاردة رجعنا لكم باداة جديدة، وهي اداة افيدك MTK الاصدار الثاني. الاصدار الاول كان من حوالي سنتين وكان بيعمل اجهزة كتير جدا وقت نزول الاداة من سنتين، والنهاردة رجعنا لكم باداة جديدة، اداة مقسومة لوجهتين، واجهة لكل الاجهزة القديمة واجهة لكل الاجهزة الجديدة. الفيديو ده هيكون سريع باذن الله، وهو لفيديو اطلاق الاداة، والفيديو اللي بعد ده هيكون شرح عملي لجميع خواص الاداة. طبعا هكون سايب لكم رابط الاداة اسفل الفيديو ده. هنبدأ تثبيت الاداة زيها زي اي اداة عادي جدا. بمجرد ما تنتهي عملية التثبيت هنضغط على اختيار فينيش. زي ما احنا شايفين ظهرت معانا ايقونتين جداد. الايقونات دي هي الاصدار الجديد، وزي ما احنا شايفين مقسومه معانا لوجهتين، واجهه مكتوب عليها نيو ودي بتدعم جميع المعالجات وجميع الاجهزه الجديده، واجهه مكتوب عليها اولد ودي لجميع الاجهزه القديمه. هنبدا بالواجهه الجديده، وزي ما احنا شايفين بمجرد ما الاداة اشتغلت هيفتح معانا الجي اس ام الخاص فريق افيدك، وطبعا زي ما انتم عارفين اشتراك السنة كاملة ب$10 فقط، ده بالنسبة للجي اس ام. طبعا زي ما احنا شايفين هتفتح معانا القناة، طبعا بتمنى ان انتم تشتركوا معانا في القناة لان ده شيء بيشجعنا جدا. بس كده هنبدأ نرجع للاداة. زي ما احنا شايفين الواجهة بسيطة جدا، وهي لقراءة جميع البيانات او جميع البارتيشنات الخاصة باي جهاز هيوصل معانا. زي ما احنا شايفين دي الخواص اللي موجودة في الاداة، والاداة تقدر تعملها. الاداة دي بتقدر تخرج ملف سكاتر او فلاشة سكاتر كاملة وطبيعية، وتقدر تفلشها على اي جهاز. وهنا في اختصارات سريعة لأوامر هتتنفذ معانا بضغطة واحدة. مش هنبدأ نشرح الاداة دلوقتي، انا جاي الفيديو ده هعرض الاداة بس وهنشر الرابط بتاعها، وبإذن الله بعد الفيديو ده هيكون في فيديو تاني شرح عملي لجميع الخطوات اللي موجودة في الاداة. هنبدأ ننزل الواجهة دي تحت ونبدأ نشوف الواجهة الأخيرة معانا، وهي الواجهة اللي مكتوب عليها Old. وزي ما وضحنا الواجهة دي هتكون لجميع الأجهزة القديمة. طبعا حابب أوضح كام نقطة. الإصدار ده بيشتغل على ويندوز 10 وويندوز 11 فقط، بمعنى الإصدار التاني ده بجميع الواجهات اللي موجودة جواه مش هيشتغل على ويندوز 7. وزي ما وضحت الأدوات دي بتدعم جميع المعالجات القديمة والجديدة. الأدوات مجانية بشكل كامل، وتم دعم فيها جميع المعالجات الجديدة. مش هنطول في الفيديو ده لانه عايز انشر فيه رابط الاداة فقط، وباذن الله الفيديو اللي بعد ده على طول هو شرح عملي لجميع خواص الاداة، وهنبدأ نشرح الواجهات الجديدة اختيار اختيار. بس كده كان معكم عماد من قناة افيدك، شكرا جدا.